لدي مثلث ABC هنا، ومؤخرا بدأنا باكتشاف بعض خصائص النقاط الموجودة على منصفات الزوايا، وما أريد عمله في هذا الفيديو هو أن نرى ما يحدث عندما نطبق بعض هذه الأفكار للمثلثات أو زوايا المثلثات. إذن لننصف هذه الزاوية هنا، زاوية BAC، ودعوني أرسم منصف للزاوية. فمنصف الزاوية يمكن أن يبدو، أريد أن أتأكد أنني أقسم هذه الزاوية إلى زاويتين بشكل دقيق، هذا يبدو قريب جدا. إذن هذا هو منصف الزاوية، دعوني أسمي هذه النقطة هنا، لا أعلم، يمكن أن أسمي هذه النقطة دي. ثم دعوني أرسم منصف زاوية أخرى بحيث ينصف الزاوية ABC، دعوني فقط أرسم هذا. هو يبدو ممكن أن يكون شيء مثل ذلك هنا، ويمكن أن أسمي هذه النقطة E. بالتالي AD ينصف الزاوية BAC، وBE ينصف الزاوية ABC. إذن حقيقة أن هذا الخط الأخضر AD ينصف هذه الزاوية هنا، هذا يخبرنا أن هذه الزاوية يجب أن تساوي تلك الزاوية هناك، ويجب أن يكون لهما نفس القياس. وحقيقة أن هذا ينصف هذه الزاوية، الزاوية ABC، يخبرنا أن قياس هذه الزاوية، الزاوية ABE، يجب أن يساوي قياس الزاوية EBC. الآن نرى بوضوح أنهما يتقاطعان في هذه الزاوية بداخل المثلث هنا. إذن لنسمي هذه النقطة، دعوني أسميها I فقط للتسلية، أنا أقفز عن بعض الحروف، ولكنها ستكون هذا الحرف مفيد حيث اعتمادا عليه سوف نسمي هذه بطريقة مختصرة. ويوجد بعض الأشياء المثيرة التي نعرفها عن I، حيث تقع I على كلا هذين المنصفين للزوايا، وقد رأينا في فيديو سابق أن أي نقطة تقع على منصف زاوية تكون على نفس البعد من ضلعي تلك الزاوية. فمثلا I تقع على AD، فهي ستكون على نفس البعد من ضلعي الزاوية BAC. إذن هذا الضلع هنا، هذا الضلع هناك، وهذا الضلع الآخر هناك. إذن لأن I تقع على AD، نعلم أن هاتان المسافتان متساويتان على فرض أن هذه هي أقصر مسافة بين I والضلع. وقد بينا أيضا في فيديو سابق أنه عندما نتحدث عن المسافة بين نقطة وخط فنحن نقصد أقصر مسافة، وهي المسافة التي تحصل عليها إذا رسمت خط متعامد. لذلك قمت برسم هذه الخطوط المتعامدة هنا، ويمكننا حتى أن نسمي هؤلاء، هذه يمكن أن تكون النقطة F، وهذه يمكن أن تكون النقطة G هنا. بالتالي لأن I تقع على AD تقع على منصف الزاوية هذا، نعلم أن IF، نعلم أن IF سوف تساوي IJG، عادل بشكل كاف. الآن I تقع أيضا على منصف الزاوية هذا، هي تقع أيضا على BE، مما يعني أنها يجب أن تكون على نفس البعد من A، بحيث أن المسافة إلى AB يجب أن تكون نفس مسافة I إلى BC. مسافة I إلى AB التي كنا ذكرنا هي هذه هنا، أنها IG. ونعلم أيضا أن هذه المسافة يجب أن تكون نفس المسافة بين I و BC. بالتالي إذا رسمت خط متعامد آخر هنا، لنقل أنني سأسمي هذه النقطة، لنرى لم أستخدم H هنا، هذه المسافة يجب أن تكون نفس هذه المسافة لأن I تقع على هذا المنصف. بالتالي IG يجب أن تساوي IH، IG يجب أن تساوي IH،
ولكن IF هو أيضا مساوي لـ IG، فنستطيع أن نقول أيضا أن IF، أقصد أنه إذا كان IF يساوي IG ويساوي IH، فنعلم أيضا أن IF يساوي IH. منطق سليم، رائع. إذا كان هذا يساوي ذلك وذلك يساوي ذلك، فإن هذان الاثنان سوف يساويان بعضهما، ولكن إذا كانت I على نفس البعد من ضلعي الزاوية، وهذا هو الجزء الثاني الذي أثبتناه في الفيديو السابق، إذا كان لديك نقطة على نفس البعد من ضلعي الزاوية، بالتالي هذه النقطة يجب أن تقع على منصف الزاوية لتلك الزاوية. إذا هذا هنا يخبرنا أن I يجب أن تكون على منصف الزاوية I تقع على منصف الزاوية angle bisector للزاوية ACB angle bisector للزاوية ACB لأنها على نفس البعد من هذان الضلعان للزاوية ACB، وما قد بيناه هو أنه يوجد نقطة مميزة داخل المثلث وهي تقع على كل منصفات الزوايا الثلاثة، وهذا غير واضح دائما، بأنك إذا أخذت ثلاث خطوط في الحقيقة عادة إذا أخذت ثلاث خطوط فهي لن تتقاطع، حيث أن خطين أكثر معقولية، ولكن ثلاث خطوط لن يحدث دائما أن تتقاطع في نقطة واحدة. لكن مرة أخرى مثل ما رأينا في المركز المحيطي عندما أخذنا المنصفات العمودية للأضلاع، كان هذا رائع جدا أنها تقاطعت في نقطة واحدة. والآن هذا جيد بأننا نبين أن منصفات الزوايا كلها تتقاطع في نقطة واحدة مميزة. I تقع على منصف الزاوية ACB، بالتالي منصف الزاوية ACB سوف يبدو مثل هذا الشيء، سوف يبدو مثل هذا الشيء، وهذه الزاوية هنا سوف تكون مطابقة لهذه الزاوية هناك. بالتالي لقد بينا أنه إذا أخذت كل من منصفات الزوايا الثلاث للمثلث فسوف تتقاطع في نقطة مميزة هنا، وهي تقع على كل منهم، فهي تبدو ذات شأن، فيجب أن نسميها اسم مميز، وسوف نفعل وذلك. وسميتها I، نسمي I مركز الدائرة الداخلية، مركز الدائرة الداخلية in center للمثلث ABC، وسوف نرى ثانيا لماذا نسميه مركز الدائرة الداخلية. عندما تحدثنا عن المركز المحيطي، هذا كان مركز الدائرة التي يمكن أن تحيط بالمثلث. I سوف نرى خلال 5 ثواني تقريبا هو مركز الدائرة التي يمكن وضعها في داخل المثلث، بمعنى أنها تمس الأضلاع الثلاثة. وكيف نكونها؟ حسناً، فقد قررنا أن I هي على نفس البعد من كل من الأضلاع، أن هذا الطول يساوي ذلك الطول وهو يساوي ذلك الطول. إذن ماذا يحدث إذا كوننا دائرة مركزها I؟ أي أن نصف قطرها يساوي المسافة بين I وأي من الأضلاع وهي متساوية، أي أن نصف قطرها مساو لـ IF IG IH. حسناً، بالتالي سوف يكون لديك دائرة تبدو مثل ذلك. دعوني أرسمها بشكل أفضل قليلاً من ذلك. لا يوجد لدي، نادراً تستطيع أن تتخيل هذه أفضل محاولة لدي لرسم دائرة. هذه الدائرة هنا نصف قطرها يساوي المسافة بين I وأي من الأضلاع، وهو ما قد قررنا أنها متساوية، نرى أنها تقع في داخل الدائرة، فلما لا نسمي هذا بالدائرة الداخلية in circle. إذن الدائرة I، تذكر أننا نسمي الدوائر عادة بنقطة المركز، الدائرة I هي الدائرة الداخلية in circle للمثلث ABC.
سي، وبالطبع نصف قطر الدائرة آي يمكن أن نسمي هذا الطول آر، لنقل أن آر يساوي آي إف وهو يساوي آي إتش وهو يساوي آي جي يساوي آي جي. يمكن أن نسمي هذا الطول نصف قطر الدائرة الداخلية إن راديوس، ويبدو هذا له معنى لأنه بالداخل. عندما كنا نتحدث عن تقاطع المنصفات العمودية كان لدينا المركز المحيطي، لأن هذا كان مركز الدائرة التي تحيط بالمثلث. الآن نحن نأخذ تقاطع منصفات الزوايا، وباستخدام ذلك نستطيع أن نعرف دائرة من النوع المحاط بالمثلث، وحيث أضلاعه تكون مماسات للدائرة، وبما أنها بداخله نسميها دائرة داخلية، ونسمي تقاطع منصفات الزوايا بمركز الدائرة الداخلية، ونسمي هذه المسافة هنا بنصف قطر الدائرة الداخلية.